شاهد الدجاج والوز والدجاج. ده منظر الوز والدجاج والأرانب، وحبيت أوريكم منظرهم وشكلهم الجميل. حاجة في قمة الجبال وقمة الروعة هي منظر الأرانب، أهي منظرها وشكلها الجميل. حاجة في قمة الجمال وقمة الروعة دي منظر الأرنبة، وده منظر الدجاج، وده الوز. حبيت أوريكم هذا المنظر الجميل والرائع. متنساش تضغط زر اللايك طبعا، وده أصواتهم بدون أي مؤثرات خارجية. وده منظر الدجاج. بسم الله ما شاء الله. لو عجبك الفيديو متنساش تضغط زر اللايك وتشترك في هذه القناة. هذا الوز والدجاج والأرانب وشكلهم الرائع. بسم الله ما شاء الله. هنا تكون نهاية هذا الفيديو، ولا تنساش تضغط زر اللايك. وريتكم الأرانب في الأول أنا، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.